في خناقه قائمه بين ابراهيم سعيد، كابتن ابراهيم سعيد نجم مصر والاهلي والزمالك والاسماعيلي، وزوجة الكابتن محمود علاء، وده امر ما ينفعش خالص. يعني الزوجات ما يطلعوش يردوا. محمود علاء مدافع كبير في نادي الزمالك، ابراهيم سعيد مدافع دولي كبير وله تاريخ عظيم، لما بيقيم الناس اللي في المركز ده تحديدا مش الباقي هو استاذ فيه، يجب ان كله يقول له ايه، سمعا وطاعة يا عم ابراهيم، الله عليك تسلم ايديك. ليه؟ يبقى هو حافظ وفاهم ويقدر يقيم بكل سهوله يعني. فهي كتبت هجمته بعنف وهو رد عليها، والموضوع زاد عن الحد، الموضوع زاد عن الحد بشكل فظيع جدا بينهم وبين بعض، وزادت المعركه. بس هي الصراحه يعني ايه، تجاوزت، وهو رد قال انا ما بتكلمش، ما بردش على نسوان. قال لك كده. هي قالت بقى ليه تعليق على واحد مريض، شوف هو هنا بيتكلم كوره، هي دخلت فيه شمال، وبرده ما تلومهاش لان العاطفه اللي محركاها، يعني هي اللي بيحركها هنا عاطفتها كزوجه لكابتن محمود علاء. ليه تعليق على واحد مريض مش وراه حاجه يعملها غير انه يكتب على تويتر كل ماتش، مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء، مش شايف في الفرقه كلها غير محمود علاء كل ماتش. عايز اقول لك كل على حاجه، انت تاريخك ايه اصلا جنب محمود؟ لا تاريخه كبير يا حاج، ممكن نقارن بالارقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه عشان تتكلم عليه وتفضل محروق منه كده كل ماتش. كل ده عشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك، ولا عشان عمل لك بلوك على تويتر؟ فالموضوع بقى مرض نفسي بالنسبه لك، تحب انزل صورتك اللي متصورها معاه وحضنه كمان، اتكلم على الفرقه كلها واخطاء الفرقه كلها، كفايه مرض نفسي وقرف بقى. اول حاجه ان محمود علاء وهو ابراهيم سعيد مين يتصور مع مين، فمؤكد ان محمود علاء اللي هيتصور مع ابراهيم سعيد، يعني ما كده يعني. هو يعني لو محمود علاء وصل لمستوى وامكانيات واداء ابراهيم سعيد اللي لعب على يعني اعظم مهاجمي العالم دروجبا وصامويل ايتو وكل الناس دول، لا لا يعني ما بالراحه على نفسك شويه، ما ينفعش نخش شمال كده في الراجل وكذا، وعشان ما تصورش معاك، تصور مع مين يا حاج؟ يعني مين هيتصور مع مين؟ محمود علاء له كل الاحترام وابراهيم سعيد له كل الاحترام، بس انت كده دخلت الموضوع خلتيه هو رد بقى وقال لك ايه؟ ما بردش على نسوان، وقال كلام جامد جدا انا مش عاوز اقوله لان كلام ابراهيم كلام جارح، كلام جارح وموجع ومؤلم، وانا بس اقول يعني اقول لكم فقره منه يعني. اولا مش برد على نسوان ممشيه رجالتها، لان لو في راجل هعرف ارد عليه كويس قوي ده لو راجل اصلا، والكلام كله كده انا ولا اعرفه ولا عمري شفته اصلا، وشغل النسوان ده مش بحبه، وشكلها الامور متبدله في البيت ده. ليه بقى؟ لان ما ينفعش الستات يخشوا في خناقات الرجال. ما تدخليش نفسك، ما تدخليش نفسك، محمود علاء نجم كبير وابراهيم سعيد نجم كبير، فلما تقولي تنتقديه وبيقيم مركز ما بيقيمش كده، طب ما هو كان بينتقد ناس كتيره جدا في الفرقه وناس مستواها اتحسن وناس، طب ما بلاش، طب ما كابتن رضا عبد العال كان فارم طارق حامد اول ما جه من سموحه لنادي الزمالك، لكن لما قال طارق حامد ومستواه اتحسن وبقى حاجه جميله جدا بقى بيشيد بيه، بقى بيشيد بيه. فبالتالي هذا الضغط والهجوم الكبير من حضرتك على كابتن ابراهيم سعيد امر غير مقبول بالمره، ويعني مش حلو، مش حلو ان الامور تتحول من كوره الى يعني شغل ستات وكلام بالشكل ده، لان ده مش لطيف بالمره، مش لطيف بالمره. لحظه كده اشوف لكم ابراهيم سعيد، لان كده مش لطيف. ليه بندخل الدنيا في بعضها وستات في رجاله؟ الراجل بيتكلم كوره وبيناقش كوره وبيحلل كوره، وهو دلوقتي موجود في اكبر القنوات وتاريخه كبير جدا 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 في عالم كره القدم، ما هواش مثلا يعني حاجه كده قليله عشان نقول واحد قاعد ونتكلم عنه بالسخريه دي. وبعدين هو افرض ان عادي ان كابتن محمود يعمل له بلوك، عادي ده حقه طبعا، هيقعد كل شويه يشوف انتقادات ابراهيم سعيد ليه؟ لا طبعا، فعمل له بلوك، ايه القضيه؟ لكن الرد يعني الرد الاخير بتاعها مش عندي والله. والله ما عندي انا يعني ده كلام، انا اصلا الموضوع كله مش مستلطفه. مش مستلطفه. لان احنا كده دخلنا الامور في بعضها، وبعدين رد ابراهيم سعيد يعني قال لك بقى ما بردش على نسوان وماشيين رجالتهم، يعني ده كلام برضو يعني مش مقبول ومش حلو. يا كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم سعيد موجود؟
يعني ابراهيم سعيد شكله بيغير التليفون مره كل شهر. فده موضوع مع ابراهيم سعيد ومحمود علاء واختيارهم للمنتخب. الست اللي واخده رقم ابراهيم سعيد هتتجنن هتتجنن، ما بالك بقى لو قلنا لها ادينا ابراهيم سعيد اللي جنبك ولا حاجه ولا بتاع. لا النمر غلط كمان كل شويه. لحظه يا جماعه، لحظه يا جماعه، وكمان واحده وتشتم الالفاظ الخارجه دي عيب. ما هو يقطع طارق حامد يا جماعه بيتكلم كوره، هو ليه الانتقاد انتوا بتعتبروه كوره؟ هو الراجل بيتكلم كوره وبينتقد كوره لكن ما بيغلطش ما بي كذا، فده امر عادي. عايزين رقمه؟ انا معايا بتاع 12 رقم لابراهيم سعيد، فالرقم ده الست اتجننت. ابراهيم سعيد تاني شكل الناس كلها ايه بتكلمه على نفس الرقم ده وكده يعني. فالمهم دي خناقه مش مطلوبه. محمود علاء نجم كبير له كل الاحترام له كل التقدير، ما ينفعش زوجته تخش في النص، وابراهيم سعيد لو بينتقد ينتقد فني لكن بلاش يقول لها رجاله يعني الادوار متبدله في البيت، لان ده يعني يعني زي ما بنقول عليه كده كلام جامد، كلام جامد قوي. لايك وشير وصلي على الزين وادعي النفس والوالدين والغير. نعلى باللايكات يا غالي، اضرب اللايك والشير على اليوتيوب، اعلى باللايك اعلى باللايك. هرد عليك في كل حاجه والله، حد سيدنا النبي هرد عليك في كل حاجه. ايوه الكويت كلها بتحبك يسر، منور يا حاج يسر. كهربا ماله، كهربا ماله يا صمويل، كهربا زي الفل، هتلاقيه عادي في الفرقه عادي وكل حاجه عادي، ما فيش اي مشاكل. ديانجو بن شرقي بيتبادلوا التيشيرتات، ده امر طبيعي، الاثنين لعيبه كبار، الاثنين لعيبه كبار ولاعيبه منتخبات. بن شرقي يعني ما لمساش، ما لمساش الواد اكرم توفيق كان ضارب البطه وما خلاهوش عدى منه ولا مره ولا مره ولا مره عدى منه. اضرب اللايك يا غالي، نعلى باللايكات شويه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، اعلى باللايك عشان هنخش في حاجتين كده مهمين هنقولهم بالصلاه على النبي يعني. ايوه يا بيه، ايوه يا بيه.